قبل ما اشوفه بالقهوة. طب ما جامد قوي. ما نشوف احنا في كده نحطه. ايه ده؟ انا في القهوة اللي انا بحبه. لا ما تبقى لما اكلها بقى. يا لهوي ده فضل لي يعني سهران من امبارح. طب انا هسيب له الطفل في القهوه عشان يفوق ويفرح ومش مهم انا. انا عايز انام يا رب يكون حافظ قبل الطفل. الحمد لله حافظ قبل الطفل، انا اكلها يمكن افوق.